ايه عاملين يا شباب؟ مكسب ساعة، اقسم بالله مكسب ساعة اهو اهو، متأستكين اهو، 10,000 جنيه فكوا اهو 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 اهو، رقصوني، شغلوا موسيقى مزيكا، يلا يلا رقصوني. تسقيف، اسمع تسقيف تسقيف تسقيف، موسيقى حلوة، يلا موسيقى حلوة، موسيقى راب، موسيقى راب، موسيقى راب، موسيقى راب، اهو اهو، اقسم بالله شباب 10,000 جنيه مكسب ساعة، اقسم بالله. ازاي؟ تعالوا بقى اقول لكم ازاي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. حضرتك يا باشا بتشتري عربيه خرده يا باشا؟ ان شاء الله يا فندم بنشتري عربيه خرده، عربيه قديمه يا باشا شويه ومش نافعه، ان شاء الله يا باشا بنشتريها. طب هي بتعمل كام؟ انت يا باشا عايز فيها كام؟ انا بصراحه يعني عايز فيها 50,000. 50,000؟ لا يا باشا، احنا بنشتري خرده يا باشا. طب يا باشا هتمشي معاكم بكام؟ والله يا باشا هي تمشي معانا بالصلاه على النبي كده يا سعاده اللواء 10,000. 10,000 هي مسروقه يا فندم؟ مسروقه هي يا فندي؟ حضرتك يا باشا طالب فيها كام؟ انا بالصلاه على النبي كده عايز فيها 20. 20؟ والله يا باشا مش يمشي معانا، احنا عشان خاطر حضرتك ناخدها ب 15,000. 15,000؟ هو انا بينا الاقيها؟ لاقيها انا؟ رد علي، انا الاقيها مسروقه؟ والله يا فندم مش مسروقه، بس دي اسعار العربيات القديمه عندنا. ايه رايك؟ طب ما تهزها شويه يا باشا، طالما انك ازاي شويه يبقى الراجل ده بايع. عايز كام يا باشا؟ يعني 16,000. 16,000؟ مفيش مشكله يا باشا. جاهز امتى يا باشا اجيلك؟ والله انا جاهز دلوقتي. دلوقتي؟ اه يا باشا هتيجي دلوقتي؟ حاضر يا باشا، هدور البلدوزر بتاعه واجيلك. ماشي يا باشا، مع السلامه. واشترينا العربيه من الزبون، نروح له بقى ايه البيت عنده بال 16,000. واحد هيقول لي هو فعلا 16,000؟ العربيات القديمه دي كتير بتتباع، ده ال 28 من سنه كان ب 5,000 جنيه بورقه برخصه 3 سنين. النهارده انت 28 دي بتاخدها بكام؟ ب 18,000، ب 19,000، ب 20,000 على الخرده. فالمهم رحت للزبون وخدت العربيه. وطبعا ايه بقى؟ وانا ماشي بقى ايه؟ لازم ايه بقى؟ احط ب 100 جنيه بنزين ولا حاجه، اقدر وقفت مني، ما انتوا لازم تشغلوا دماغكم، عربيه دايره وماشيه من غير نمر والصلاه على النبي وربنا يسترها عليكم، بس لازم تاخدوا صوره بطاقه او صوره رخصه وبعدين خرده، كل واحد بياخد صوره، لازم تامن نفسك كده بالصلاه على النبي، تمام؟ وبعد كده سيبك من بتاع الميه ده مش معانا، وبعد كده ايه؟ بتروح توزن العربيه، انا دخلت على البسكول، اوزن يا باشا العربيه، عملت قد ايه وزنها؟ طن 80، طن 80، اتقل حاسبه كده وضرب بالطن ب 24,000 جنيه النهارده، هتلاقي مفيش حد هيشتري منك بالسعر دوت، انا اشتري منك، رقم على الشاشه عندك اهو. واحط لكم رقم التجار بعد كده والموزعين، وهقول لك ازاي تشتري العربيات ديت وازاي تعمل اعلانات عنها والجروبات، وانا هساعدك في كل حاجه. يعني لو الفيديو ده عجبكم اكتبوا لي في التعليقات انتوا عايزين ايه تاني، وانا بعد كده هقول لكم كل حاجه. يعني انا بص هخليك بروفيشنال، هخليك تعرف ازاي تشتري العربيه وتعرف تبيعها وتعرف وزنها قبل ما تشتريها وتعرف تبيع الكيلو بكام وتبيع فين وتبيع لمين. بص هديك السر، سر حياتي. وطبعا وزنت العربيه، عملت طن 80، طن 80 دربتها عامله 26,000 جنيه. انا شاريها بكام بقى؟ ب 16,000، يعني مكسبي اقسم بالله 10,000 جنيه في ساعه. وربنا يعلم اللي انا ما بكدبش عليكم في كلمه، انا كسبت مكاسب اكتر من دي بكتير، انا كسبان في عربيات مكاسب مهوله مهوله، هعمل لكم فيديوهات عنها واقول لكم ازاي تكسبوا كده وازاي تشتروا العربيات ديت وازاي تبيعوها. بس ايه رايكم في الساعه الجديده؟ حاجه فاخر من الاخر، تاتش. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.